تفضل. احنا هدفنا في قسم الديجيتال ميديا ان احنا نوصل محتوى راديو سوا للعالم العربي كله اينما كنت في الوقت اللي بيحصل فيه الخبر والمكان اللي انت تكون مهتم فيه تشوف الخبر على السوشيال ميديا. احنا اليوم صرنا 6 ملايين متابع على صفحة راديو سوا على الفيسبوك. انا بشكر كل اللي تابعونا من الاذن من اول نهار لحد اليوم. هدفنا نحن بالسوشيال ميديا دايما نوصلكم اهم واجدد الاخبار من موقعنا radiosawa.com على صفحة الفيسبوك.